السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بالناس العزاز على قلبي، متتبعين ومتتبعات قناة سحر الطبيعة. كنتمنى يا ربي فيديو اليوم يلقاكم في اتم الصحة وفي سعادة دائمة يا ربي. يوم جديد وفيديو جديد وكذلك حية جديدة للنساء المدبرات، النساء ديال الزمان، النساء اللي تعرفوا الاقتصاد، اللي ما كيبغيوش حتى شي حاجة تضيع، لان الضياع ما كيبغيه لا الله لا العبد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا حية زوينة زوينة بزاف، ما تخليكمش كاع تضيعوا في حاجتكم، حية ان شاء الله اللي في متناول الجميع، اللي غتخليك تبارك الله الله للو مولاتي وتخليك مرا ونص. ما نطوش عليكم حبيباتي، غير يا ريت ما تنساوش خصكم وبنتكم اللايكاتكم واللي كتبغيكم وكتحماق عليكم. ونمشيو نشوفوا الفيديو اليوم شنو فيه. هذه الفكره اللي بغيت نتقاسم معكم وهو فيما يخص الدقيق، المشكل اللي عند اغلب السيدات مع حلول الصيف. دابا كنعرفوا الحال ملي كيبدا كيسخن الطحين ديالنا ولا القطاني ولا الدقيق، سواء الفور سواء الفينو سواء النخاله سواء اللي كان، كيبقى يدير هذاك الرمود ولا داك فرطوطو ولا الجوز، المهم كيدير الحشرات اللي كتعرفوا كتولي في الطحين، لان الحال السخون احسن طريقه باش تحتفظوا بالطحين. وعن تجربه البنات، الا كان عندكم كميه كثيره كتاخذوا نسبه منه كديروه غير في الثلاجه هنايا لتحت، والباقي كديروه هنا في المجمد. صدقوني يا البنات راه ما كيطرى ليه حتى حاجه، ما كيبرد، ما كيبقى كما هو، فحال راه يلا خديتوه، يعني باقي الصلاحيه ديالو جديد، ما غاديش يدير رمود، ما غيدير بخوش، ما غيدير حتى حاجه. كان عندكم كميه قليله ديروها مباشره غير لتحت في الثلاجه. المهم لكم مطلق الحريه، اما في الثلاجه لتحت اما في الفريغو، راه كيبقى مزيان ما كطرى ليه والو، ما كيرمد، الله يعمل ما يبقى 3 شهور ديال الصيف كامله هنا ما توقع ليه حتى حاجه. كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم، يعني اللي كيكونوا في مدن اللي سخونه بزاف بسرعه كيفسد ليهم الطحين، هاد الطريقه راه زوينه، ديروا غير في الثلاجه وتفكروني غتهناو من هاد المشكل كامل. اللي ما بغاتش ديروا يعني ما بين قوسين ما بغاتش ديروا في الثلاجه، راه شاركت معكم قبل الطرق انكم كيفاش تحتفظوا به. كتاخذوا قطع ديال الملحه الحيه وكديروها في البرميل، اولا كاين اللي مثلا كيدير ورق سيدنا موسى، كذلك حتى هما زوينين. عندك ورق سيدنا موسى، عندك الملحه الحيه، عندك كذلك مزودات يابسين ديال الحار، ماشي طريين، داك اللي كارمين ديال المزود الحار، ديروهم كذلك ما كيخليوش هذا الشيء يربيو هذوك الرمود. كنتمنى يا ربي هذه الفكره تعجبكم، وخصوصا غادي تحتاجوها بزاف بزاف هاد يعني في هذا الوقت الجاي، يعني الحال سخون ويا ما الصيف. هنا البنات بغيت نعطي واحد النصيحه بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يسخنوا الخبز، كيكونوا مثلا عاجين على يومين ثلاث ايام. النهار اللي كيبغيو يسخنوا مثلا الغد في البانيني اولا في الفراح، احسن حاجه باش ديروها هو انكم، كنت كنشوف جده الله يرحمها كانت كديرها، كدائما كتحل الروبيني كتفزق يديها بحال هكا وكدوزو على الخبز بحال هكا من كلتا الجهتين بحال هكا، كدوز يديها على الخبز كامل هكا، ماشي كيفزق مره كاع، المهم كيتندى هكا بالماء، وكتحطو في الفراح كتسخنو، ما كيجي كارم، ما كيجي قاصح، كيجي مفشفش رطب بحال راه يلاه تعجن ديك الساعه. انا بغيت نشاركها هكا مع البنات الصغارات، لان بزاف ديال السيدات غيكونوا عارفينها، كاع الناس ديال زمان تبارك الله كانوا كيديروا هذه الطريقه. صافي مباشره هكا هو شتو كيما تبلل بحال هكا، غنحطو في الفراح غيولي سخون مفشفش رطب بحال يلاه خرج من الفران. هنا البنات بغيت نقسم معكم هذه التدبيره هذه للنساء ديال الزمان، واللي كنقولوا للنساء ديال الدار، النساء المقتصدات المدبرات اللي عندهم حسن التدبير وحسن في العيش. هنا انا كنشري صابونه، بدل ما غادي نحيد لها البلاستيكه ديالها ونحطها هكا في الحمام باش نعوموا بها ونقلعوا بها، انا هكا شحال غدوز ليا هاد الصابونه وغتبدا تذوب، يعني الصابون غير كيفزق كيبدا يذوب بسرعه. غادي دوز ليا مثلا سيمانه ديال مثلا دوز ليا سيمانه جوج وغادي تسالي. انا غادي نشد هاد الصابونه، اش كندير ليها؟ ما كنخليهاش هكا، هذا هو الاقتصاد، كنشدها كنقطعها على ثلاثه، كنخرج منها ثلاثه ديال القطع بحال هكا. هنايا كاين اللي غيقول ليا، لان فايت ملي كندير معكم شي تدابير بحال هكا ديال الاقتصاد بحال هكا، كيجيوني تعاليق من عند شي بنات الله يهديهم. انا مسامحه اليوم ماشي مشكل، كل يعبر كيما بغا، كيقول لك اش هاد الزقريم، اش هاد التكشاش، هاد البخل، هاد الجوع، كل شنو كتقول. مهم انا كندير داكشي اللي كيسلكني وكنتقاسمو معاكم
البنات العيالات اللي كيبغيو الاقتصاد اللي كانت تناسبها الفكره تاخذها، اللي ما كتناسبهاش تخليها صحيحه. هذيك حريه شخصيه يعني، هي وراحتها. انا غير كنتقاسم معكم الافكار اللي ناسبته شي حاجه راه كياخذها، اللي ما ناسبتوش يدير راسو ما شافهاش. هادشي اللي غنقول لهم الله يهديهم. مهم، انا هادي غادي نعوم بها، غدوز ليا سيمانه، ملي غدوب وتسالي غنمشي نجبد المرسول اخر. وهكذا تقدر بدل مثلا الصابونه اللي كانت غدوز ليا سيمانه غدوز ليا ثلاثه السيمانات. هذا راه سميتو الاقتصاد، ماشي سميتو البخل. انا راه بامكاني نخليها وتسالي وتجي صابونه اخرى، ولكن لا، علاش هاد الضياع؟ الضياع ما كيبغيه لا الله لا العبد. اذا الفكره اللي بنتقاسم معكم هو انكم تقسموا الصابونه عندكم على جوج ولا على ثلاثه، المهم اللي يناسبكم. ثلاثه راه مناسبه، حتى هكا الا كنتو كديروها هكا كتحطوها في لافابو، راه غير هاد الطريف راه غادي يغسل لكم يديكم، ملي سالي غتجبدي المرسول الاخر. وهكذا سواء في غسيل اليدين سواء في العوم، اللي يناسبك غادي تدوز معك. المهم الغرض هو ان هاد الصابونه غادي تدوز معك مده طويله، بعكس انها تكون بقات صحيحه. هذا مكان. المهم انا هنا كنقول لهاد الاخوات يعني راه ماشي هو، الحمد لله انا قناتي ما عنديش تعاليق سلبيه بكثره نهائيا، قليل فين كيجي شي تعليق. الا كانت شي تدبيره بحال هذه، كتجي شي اخت اللي ما عندها حتى علاقه يمكن بهاد الشيء بالكوزينه ولا هذا، كتقول لك هذا راه بخل، هذا راه زقريم، راه هذا ما عرفت شنو كتقول. المهم انا كنقول لها اولا الله يهديك، وثانيا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. انا راه عندي كيسحبك ملي كتقولي داك التعليق السلبي راه كضريني فشي حاجه، ولا راه ما تهزي شويه شعره نهائيا. انا بالعكس كنبقى نقراه وكنبقى نضحك، لانني انا كندير داكشي اللي كيسلكني انا، اللي كيناسبني انا، كندير داكشي اللي كيريحني انا، ماشي اللي يريحك انت. المهم خوتي انا تقاسمتها معكم، اللي حبات ديرها مرحبا، اللي عجبتها الفكره وهكا مع البنات يعني الصغارات اللي يلاه هكا كيبداو الحياه الزوجيه، بزاف ديال الامور ما كيعرفوهاش. الى ناسبتهم يديروا هاد التدبيره هادي، راه غادي تخرجهم كما كنقولوا، غادي تسلكهم. كنتمنى يا ربي هاد التدبيره تعجبكم. وبهكذا خوتي خواتاتي كل فيديو ديالنا سالا، اللي كنتمنى يا ربي انه يعجبكم، الى عجبكم يا ريت ما تنساوش خصكم وبنتكم لايكاتكم، جزاكم الله كل خير. افكار اقتصاديه انتما شفتوها وديال الزمان واللي ما تخليش الحاجه تضيع منا، هذا هو المهم. كنتمنى يا ربي الفيديو كيف قلت لكم يعجبكم، وكنشكركم كاملين وحده وحده بدون ديك الاسماء، باش ما ننسى حتى شي وحده، حتى شي اخت وحتى شي ميمه. لهنا الفيديو ديالنا غادي سالي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى، اقتراحات اخرى، وحيه الاخرى، ومع الف سلامه.